السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج Discover اكتشف Primary 1 الصف الاول الابتدائي الترم الثاني، والنهاردة ان شاء الله هنشرح Chapter 3 او الفصل الثالث Buying, Selling and Saving. Buying اللي هو الشراء، selling اللي هو البيع، and saving يعني الادخار. وطبعا ده في المحور الثالث how the world works او كيف يعمل العالم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول بيج في شابتر 3 أو الصفحة الأولى هي بيج 57 أو صفحة 57، وعنوانها Personal Hygiene. Personal Hygiene أو النظافة الشخصية، Hygiene يعني نظافة، و Personal يعني شخصي أو شخصية. ف Personal Hygiene النظافة الشخصية، كل واحد ليه نظافة شخصية خاصة به، طبعا متعلقة بجسمه من أول شعر رأسه حتى يعني أصابع قدميه، دي اسمها البيرسونال هايجين. وطبعا يا أصحابي دي متعلقة بالروتين اليومي بتاع كل واحد فينا، الروتين اليومي أو النظام اليومي بتاع كل واحد فينا. في بعض العادات اليومية اللي احنا بنعملها كل يوم بشكل تلقائي، زي ان احنا نغسل سناننا مثلا، زي ان احنا نسرح شعرنا، زي ان احنا نغسل ايدينا قبل الاكل وبعده، زي ان احنا ناخد شاور او نستحمى في بعض الاوقات. وطبعا في الشابتر 3 بنتكلم عن الريسورسز او الموارد المختلفة. عندنا 3 resources او 3 موارد بنتكلم عنها في شابتر 3 او في الفصل الثالث. اول resource بنتكلم عنه فيها هو الووتر او الماء. ازاي المية او الووتر مهمة جدا لحياتنا، واستخدامها مهم جدا لحياتنا. ممكن نكون بنستخدم الووتر من غير ما ناخد بالنا من اهميتها، بس احنا لازم نعرف ان هي مهمة جدا لينا، ولازم نعرف كمان ان احنا لازم نحافظ عليها. تاني resource او تاني مورد هنتكلم عنه في الشابتر ده هو الفود او الطعام، وهنتكلم عن ده بالتفصيل خلال شرح الشابتر ده. طبعا الفود مهم جدا لحياتنا، وفي نوعين من الفود، في نوع هيلسي او صحي، وفي نوع unhealthy او غير صحي، وازاي بنعرف نميز بينهم هنتعرف على ده بالتفصيل مع بعض. وفي تالت ريسورس او تالت مورد وهو الماني او الفلوس او المال، وهنتكلم ازاي نعمل سيفنج او نوفر او ندخر الماني، وازاي نعمل عملية الباينج والسيلنج، ازاي نعمل عملية البيع والشراء، وهنتعرف على ده بالتفصيل برضو خلال شرح الشابتر ده. فاول حاجة هنا بيكلمنا عن البيرسونال هايجين او العناية الشخصية او النظافة الشخصية، وبيقول لنا look انظر at the pictures على الصور. use the word bank استخدم بنك الكلمات، word bank يعني بنك الكلمات. to write لتكتب the names الأسماء، to write لتكتب the names الأسماء of tools الخاصة بالأدوات. used المستخدمة على الخطوط on the lines على الخطوط طبعا الموجودة تحت كل صورة. some answers بعض الإجابات may be used ممكن أن تستخدم more than once أكتر من مرة. فعندنا هنا 4 صور لأربع أشخاص مختلفين، البنت الأولانية بتغسل أسنانها، والولد في الصورة التانية بيسرح شعره، والولد في الصورة التالتة بيغسل إيده بالمية والصابون، والبنت في الصورة الرابعة بتاكينج أشاور أو بتاخد حمام بتستحمى. فهنا عندنا الوورد بانك أو البنك بتاع الكلمات مكتوب فيه toothbrush يعني فرشة السنان، soup يعني الصابونة أو الصابون، shampoo يعني الشامبو طبعا اللي احنا عارفينه بنستحمى بيه بنغسل بيه شعرنا، والtoothpaste
التوث باست اللي هو معجون السنان، والتاول التاول اللي هي الفوطة اللي احنا بننشف بيها، والكومب الكومب او المشط زي ما احنا عارفين. فاول صورة المفروض ان هي بتغسل اسنانها واقفة قدام الحوض. ايه الكلمات من الوورد بانك اللي عندنا نقدر نكتب بيه اسماء التولز اللي هي بتستخدمها وهي بتغسل سنانها؟ طبعا اول حاجة التوث براش، التوث براش يعني فرشة السنان. تاني حاجة التوث باست، التوث باست او معجون السنان، يبقى هنكتب هنا توث براش وتوث باست. طب هنا الولد ده بيسرح شعره زي ما احنا شايفين، هل يا ترى هو بيسرحه بالتوث براش ولا بالسوب ولا بالشامبو ولا بالتوث باست ولا بالتاول ولا بالكومب؟ شاطرين، هو بيستخدم الكومب او المشط علشان يسرح شعره، فهنكتب هنا كلمة كومب. طب الصورة الثالثة فيها ولد بيغسل ايده وفي فوطة متعلقة وراه على الحيطة وهو بيغسل ايده بالصابون، فهنكتب تحت الصورة دي ايه اسماء التولز اللي هو بيستخدمها يا اصحابي؟ شاطرين، هنكتب هنا السوب او الصابون، وهنكتب كمان التاول، التاول او الفوطة اللي بينشف بيها ايده. ورابع صورة فيها البنوتة دي بتاكينج اشاور او بتاخد حمام، بتستحمى. طبعا هي بتستحمى بالشامبو وده عشان بتغسل بيه شعرها، وطبعا كمان هي ممكن تكون بتستخدم السوب او الصابون علشان تغسل بيه ايديها ووشها وجسمها، فهنكتب هنا الشامبو وهنكتب هنا السوب، واكيد بعد ما بتاخد الشاور بتستخدم التاول او الفوطة علشان تنشف بيه جسمها وشعرها بعد ما استحمت، فهنكتب كمان التاول. يبقى هنكتب هنا 3 words: الشامبو والسوب والتاول. وبكده نكون حلينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا personal، personal يعني شخصي، hygiene يعني عناية يعني نظافة، نظافة الشخصية، personal hygiene النظافة الشخصية او النظافة الشخصية. look at the pictures، انظر على الصور. use the word bank، استخدم بنك الكلمات. to write the names، لتكتب الأسماء of tools الخاصة بالأدوات used on lines المستخدمة على الخطوط طبعا الموجودة تحت كل صورة. some answers بعض الإجابات، maybe ربما، used تستخدم، more than once أكتر من مرة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 58 أو صفحة 58، وفيها سونج جميلة، أغنية جميلة بتكلمنا عن الـ conserve water أو الحفاظ على الماء. فطبعا ده متعلق بالدرس اللي احنا شرحناه قبل كده في بيج 22 أو صفحة 22 وبيج 23 أو صفحة 23 اللي كان موجود فيها الـ water pledge، الwater pledge او القسم اللي احنا اقسمناه او العهد اللي احنا تعهدنا بيه علشان نعمل conserve للwater، لو تفتكروا الدرس ده. ولو حابين ترجعوا لشرح الدرس ده تقدروا ترجعوا له في page 22 and 23. هنا conserve water يعني الحفاظ على الماء، conserve يعني حفاظ على شيء معين، احنا بنحافظ على حاجة معينة. water طبعا يعني الماء. sing the song، غني الأغنية. underline، ضع خط تحت ways الطرق to conserve اللي بتقدر تحافظ بيها على ال water أو الماء. conserve water every day الحفاظ على الماء كل يوم. every day كل يوم conserve water every day الحفاظ على الماء كل يوم. please do not waste it يعني لو سمحت ما تهدرهاش. waste it يعني تهدرها، يعني تضيعها في بلا قيمة. تاني جزء بيقول لنا هنا turn it off when not in use. turn it off يعني اغلق الماء، not in use يعني عندما لا تستخدمها. يبقى اول حاجة برضو يبقى هنعمل هنا underline تحت turn it off
when not in use اللي انت قافلها ان هي مش ملهاش استخدام عندك. turn it off اغلقها when عندما not in use ان هي ملهاش استخدام. not in use اللي هي لا تستخدم. not in use not in use turn it off when not in use please do not waste water. الجزء الثالث بيقول shorter shower save water. shorter shower يعني الاستحمام لمدة قصيرة, save water بيحافظ على الماء. يبقى ايه ال shorter shower save water؟ يبقى shorter shower دي برضو way من ال ways اللي احنا بنحافظ بيها على الماء او بنعمل بيها conserve للwater, فنعمل عليه فنعمل تحت منها underline save water save water shorter shower save water please do not waste it please do not waste it. tell adults about a leak. يعني ايه leak؟ leak يعني تسرب, يعني المية تكون بتنقط او الحنفية تكون بتنقط او بتعمل ارتشاح من غير ما حد ياخد باله. فبيقولك tell adults adults اخبر الكبار about a leak عن اي مية فيها تسريب. about a leak يبقى انت هنا هتعمل underline تحت tell adults about a leak لان دي way من ال ways اللي احنا بنعمل بيها conserve للwater او بنعمل بيها حفاظ على المية. about a leak about a leak tell adults about a leak please do not waste it. واخر جزء في السونج الجميلة دي بتقول conserve water every day every day every day conserve water every day please do not waste it. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل للبيج 59 او صفحة 59 وعنوانها daily diet. daily diet يعني النظام الغذائي اليومي. daily يعني يومي ودايت دايت يعني نظام غذائي, النظام اللي احنا بنمشي عليه في الطعام والشراب بتاعنا. وهنا بيكلمنا عن الريسورس التاني واللي هو المورد التاني اللي هو الفود او الطعام. فهنا بيقولك circle the healthy foods. circle يعني ضع دائرة حول the healthy foods الأطعمة الصحية. we can eat اللي احنا نقدر نأكلها. we can نحن نستطيع eat نأكل every day كل يوم. complete the sentence يعني اكمل الجملة. فهنا جاب لنا مجموعة صور زي ما احنا شايفين. احنا عايزين نحدد الهيلثي فود او الاطعمة الصحية الموجودة فيها ونعمل حواليها سيركل, وبعدين هنعمل كومبليت للسنتنس الموجودة في اخر الصفحة او هنكمل الجملة الموجودة في اخر الصفحة. فاول صورة موجود فيها طبق فيه سيريالز او حبوب افطار او حبوب ممكن تكون فيها الوان صناعية لان احنا شايفين فيها الوان كتير, طبعا ده مش هيلثي فود. وفي هنا كيك او قطعة جاتو طبعا فيها الوان وفيها مواد حافظة وفيها حاجات ممكن تكون غير هيلثي لان حتى السكر اللي فيها ممكن يكون بيسوس اسناننا, فدي برضو unhealthy food. طب هنا البينز او الفول الاخضر الجميل ده, ده healthy food لان هو ما فيهوش لاي مواد حافظة وهو نبات فريش ما فيهوش اي مشاكل, فهنعمل هنا حواليه circle. طب بالنسبة للمانجو الجميلة دي فروت جميلة قوي وشكلها فريش برضو وهي نبات ما فيهاش اي مواد حافظة, اكيد دي healthy food او طعام صحي, فهنعمل حواليها circle. طب وهنا الكيوكمبر, الكيوكمبر او الخيار وده vegetable. vegetable او خضرة من الخضروات اللي احنا ممكن ناكلها ونستفيد بيها في جسمنا وما فيهاش اي برضو مواد حافظة, فهنعمل حواليها سيركل. هنا في تشيكن او فرايد تشيكن, دجاج مقلي, طبعا ده مش هيلثي فود لان هو تم عليه عمليات تصنيع واتحط فيه مواد تانية واكيد هو ممكن يكون فيه مواد حافظة, فده unhealthy food فمش هنعمل حواليه سيركل. هنا في طبق فيه رز او رايس وممكن يكون مضاف ليه مواد تانية غير الارز طبعا وغير المية اللي هو اتعمل فيها, فده ممكن يكون unhealthy. وهنا في كانديز او حلوى وفي هنا لولي بوب كمان, ف
فطبعا ده unhealthy food، لان كفاية ان هو فيه الوان صناعية. وهنا في حاجة زي ما تكون تشيز كيك او نوع من انواع الحلوى المصنعة، فمش هنعمل حواليها سيركل لان هي اكيد مش healthy food. واخر حاجة النوع ده من انواع الحلوى او الكيك، وبرضو موجود في الوان مختلفة ومصنع من مواد مختلفة، فغالبا ده unhealthy food او طعام غير صحي. يبقى هنعمل سيركل حوالين البينز والمانجو والكيوكامبر. والسنتنس الموجودة في اخر الصفحة بتقول dots نقط foods are healthy food. يبقى natural foods، natural foods او الاطعمة الطبيعية، natural يعني طبيعي يعني جاي من الطبيعة ما تحطش عليه اي مواد حافظة، are healthy foods، are healthy foods يعني هي اطعمة صحية. يبقى هنكتب هنا natural، natural يعني طبيعي يعني ما تمش عليه اي عمليات تصنيع يعني جاي من الطبيعة على طول. natural foods are healthy foods، الاطعمة الطبيعية اللي جاية من الطبيعة are healthy foods. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 60 او صفحة 60، ودي اخر جزء في درس النهاردة. وعنوانها my healthy meal. my healthy meal، healthy يعني صحي، وميل ميل يعني وجبة. my healthy meal يعني وجبتي الصحية. وهنا بيعلمنا يا اصحابي ازاي نعمل healthy meal او وجبة صحية، ونختار العناصر الهيلثي او الحاجات الهيلثي الصحية اللي احنا ممكن نكون بيها طبق صحي ناكله ونستفيد بيه. فاحنا طبعا عرفنا من شوية ان الناتشرال فودز او الاطعمة الطبيعية هي الهيلثي فودز، هي الاطعمة الصحية. فطبعا الحاجات الناتشرال زي الفروتس والفيجيتابلز، الفروتس او الفاكهة والفيجيتابلز او الخضروات. فممكن مثلا نحط في الطبق ده او في البليت ده مثلا كيوكامبر، ممكن كمان نحط كاروت يعني خيار وكاروت جذر، وممكن كمان نحط كاب اوف ميلك او كوباية لبن، نوع من انواع الفاكهة مثلا اورنج او ابل يعني برتقال او تفاح. ونبقى كده عملنا هيلثي ميل او وجبة صحية. يبقى هنختار مثلا اربع حاجات نحطهم، هنحط ان ابل تفاحة، ان اورنج برتقالة، وهنحط كمان كيوكامبر خيار، او ممكن نحط كاروت جزر، وممكن نحط كمان كوب اوف ميلك او كوب من اللبن. وهنا بيقول لنا draw ارسم a healthy meal وجبة صحية، make a list اصنع قائمة of the foods بالأطعمة you will need اللي انت سوف تحتاجها to make the healthy meal علشان تعمل الهيلثي ميل او الوجبة الصحية. فهنا my grocery list، grocery يعني بقالة وlist يعني قائمة. الgrocery list او الليستة او القائمة اللي احنا هنروح نشتريها من البقال، هنكتب فيها مثلا apple تفاح، وهنكتب فيها orange برتقال، وهنكتب فيها كيوكامبر اللي هي الخيار، وهنكتب فيها كاروت، كاروت يعني جذر. وبكده احنا حطينا natural foods او اطعمة جاية من الطبيعة لانها healthy food، لانها اطعمة صحية، وكوننا الhealthy meal او الوجبة الصحية اللي احنا عايزين نعملها. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، واللينكس بتاعتها موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.